اعلم ان اليهود وهم مشبهه نسبوا الى الله تعالى التعب فقالوا انه بعد خلق السماوات والارض في سته ايام استراح يوم السبت فاستلقى على قفاه على زعمهم وقولهم هذا كفر لانهم جعلوه جسما له اعضاء وكذلك الوهابيه جعلته جسما له اعضاء فقالت انه جالس على العرش فالوهابيه اخوه اليهود وان ظنوا بانفسهم انهم موحدون فالذي يجب اعتقاده ان الله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالاحساس بالتعب والالام واللذه لانها من صفات المخلوقات فالذي تلحقه هذه الاحوال يجب ان يكون حادثا اي مخلوقا يلحقه التغير وهذا مستحيل في حق الله كما قال الله تعالى في سوره قاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب اي وما اصابنا من تعب